السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة وفتاوى الناس. يا رب تكونوا بخير دايما وفي أحسن حال، زي ما تعودنا كده حلقة يوم الحد للحديث عن أحكام المواريث. وبنتكلم النهاردة عن ما يتعلق بميراث المرأة مع فضيلة الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك. متشرفين دايما بوجود حضرتك معانا، والكلام يعني لا ينتهي في أحكام المواريث. وحضرتك كنت ذكرت لنا ان في الجاهليه كانت المراه لا تورث. نعم. بنسمع بين الحين والاخر يعني بعض الدعوات الفرديه كده لايه، ان المراه ما ترثش، وان كفايه ان الرجاله اللي في العيله هم اللي يرثوا. وبنشوف بعض يعني القصص الفرديه كده عن اخ مثلا بيحرم اخته من الميراث، اب مثلا بيقول لا انا مش هورث بناتي، مش هورث مثلا مراتي. وحضرتك كنت علمتنا ان الاسلام جاء ليعطي كل ذي حق حقه. نعم. فبدايه تعليق حضرتك على بعض الحالات الفرديه اللي ممكن بنشوفها، والبعض يقول لك خلاص ما هو الراجل هو اللي مسؤول عن الاسره وهو اللي مسؤول عن العيله فهو اللي يرث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على خير خلق الله اجمعين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد، فبداية يجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا ما دام الأمر من الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني حتى ولو لم نفهم حكمة التشريع فواجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا، لأن مرد الأمر كله لله سبحانه وتعالى. والحق تبارك وتعالى لا يأمرنا إلا بخير، فإذا أمرنا بشيء فيجب علينا أن ينتهي أمرنا إلى تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى. هذه واحدة. أما الثانية فإن الأمر دائر بين الإفراط والتفريط. هذه الدعوات يقابلها دعوات أخرى تنادي بأن المرأة مظلومة وأنه يجب أن يكون لها كذا وكذا وكذا. لما نتأمل المشهدين هنجد أن العقل البشري لا يتوافق على شيء. يعني في حين أن البعض بيقول أن المرأة ما لها أن ترث، وأن الأمر أن الذكور هم يتحملوا تكاليف وكذا وكذا، وأن يكون لهم كذا وكذا، بنجد في المقابل وجهة نظر أخرى، المساواة بين المرأة والرجل في الميراث، بأن المرأة مظلومة ويجب أن يكون لها مثل مال أخيها وكذا وكذا. إذن فالعقل البشري لا يتوافق على شيء، لأن أفكارنا كلها إنما تكون من نابع أنفسنا، ومن حيث الثقافة، من حيث وجهات النظر، من حيث كذا وكذا. ولكن علينا أن نتبع الأمر الإلهي الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى، الذي خلق الذكر وخلق الأنثى، وهو الذي نظم هذا النظام العام لهؤلاء الناس حتى يتعايشوا في سلم وأمن وأمان. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم. إذن فبلطفه وبخبرته سبحانه وتعالى نظم الأمور بين خلقه جميعا ذكورا وإناثا. والحق تبارك وتعالى هو العدل، وما دام أنه هو العدل وهو اللطيف وهو الخبير وهو العليم ببواطن الأمور وظواهرها، فما علينا إلا أن نتبع أوامره ونواهيه سبحانه وتعالى حتى تستقيم لنا أمور حياتنا. كثير من الناس من يقول مثلا إن لماذا البنت ترث؟ هذه دعوة الجاهلية. نعم. نعم. الجاهلية كانوا دائما بيقولوا إيه؟ بيقولوا أبناؤنا أبناء أبنائنا، وبناتنا أبناؤهن أبناء الرجال الأباعد. ولذلك يقولوا إيه؟ يعني أنا أورث ولاد فلان الفلاني فأرض الحج فلان الفلاني، يعني أنا أورث ولاد بنتي اللي هم منسوبين إلى عائلة أخرى. أيوة. الأرض اللي أبويا وأجدادي سابوها وأنا ورثتها بعدهم، لا طبعا، أنا ورثت أولادي. دي دعوة الجاهلية. كثير من الناس من يفعل هذا، ولكن في الحقيقة هذا بيورث الضغينة والحقد والبغضاء وقطع الرحم في العائلة الواحدة. فتجد أن البنت طول ما أبوها عايش أو تمام عايشين، وبعد أبوها ما يموت تلاقي أخوها بياخذ منها ميراثها بدعوى انه ما ينفعش ولادك ينزلوا ارضنا او يسكنوا في بيوتنا. فبتقطع الارحام، واحيانا البنت تفاجئ ان ابوها قبل وفاته كان كاتب الارض لاخواتها الصبيان وهي ما خدتش حاجه وهكذا. ومن الـ من الـ من الـ من العجيب من العجيب انه احيانا زوج البنت يبقى غضبان جدا جدا ان حماه لم يورث زوجته، في حين ان ابوه لم يورث اخته.
يعني يعني شوف المشكله في ايه. اينما كانت المصلحه بقى، ايوه يعني انا ازعل مثلا ان حمايه ما ورثش زوجتي اللي هي بنته، ايوه، وفي نفس الوقت انا احس ابويا انه ما يورثش اختي، عشان انا اللي اخد الميراث طبعا. طب انت يعني كيف يستقيم الامر على هذا الحال؟ صحيح صحيح. يجب علينا ان نتبع امر الله سبحانه وتعالى، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدين والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، مفروض يعني فرض من عند الله سبحانه وتعالى، ويجب أن نتبعه. ولكن أن نعمل عقولنا ونقول لا أصل فلان المفروض ياخد كذا، أصل المفروض فلانا ما تاخدش كذا، إذا نحن في هذه الحالة، أيوة، إذا نحن في هذه الحالة يعني نعترض على أمر الله سبحانه وتعالى. وهل لنا أن نعترض على أمر الله سبحانه وتعالى؟ طيب هل نحن نعلم ببواطن الأمور كما يعلمها الله سبحانه وتعالى؟ هل نحن أصحاب المال حتى نقول كيف يقسم هذا المال؟ إذا عندنا محددات لابد أن ننطلق منها. المحدد الأول أن المال مال الله سبحانه وتعالى. طيب هل يتصور أنه إنسان ليس مالكا للمال يستطيع أن يتصرف في تقسيم هذا المال؟ لا طبعا. احنا نحن في حياتنا العاديه، وانت مالك؟ بالزبط. هي فلوسك، مالكش دعوه، خلاص. اذا الله سبحانه وتعالى هو صاحب المال، هو صاحب الملك والملكوت، وهو الذي قسم هذا التقسيم. هل نحن في حقيقه الامر نمتلك هذا المال؟ لا، نحن ملكنا لهذا المال ملك مجازي فقط، ملك محدود، ملك مؤقت بوقت معين وبإرادة الله سبحانه وتعالى. واذا اراد الله سبحانه وتعالى ان ينزعه منا نزعه في لحظه واحده. ولذلك الأموال التي في أيدينا إما أن نتركها وإما أن تتركنا، وعلى هذا فهي في أيدينا خلافة عن الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يستخلف على ملكه وعلى ماله من يشاء. الأمر الثاني أن التصرف النهائي لله سبحانه وتعالى، ولله ميراث السماوات والأرض. إذن فالله سبحانه وتعالى هو الذي نظم هذه الأمور، وهو الذي قال أن فلان يرث كذا وفلان ترث كذا. تدخلنا وإعمال عقولنا في هذا النظام الإلهي الذي أراده الله سبحانه وتعالى يفسده لا محالة. طيب الشقة الثانية مولانا اللي هو الخاص بأن هو ليه ربنا لما شرع ما خلاش الذكر زي الأنثى؟ يعني دي بعض برضو بيتقال كلام صحيح زي ده، صحيح. ليه ما تاخدش الست زي الراجل؟ مش احنا الإسلام يعني كرم المرأة وحفظ للمرأة حقوقها، وبعدين هنا لازم يكون في مساواة، يعني كما تقول الدعوات، ليه ما يكونش في مساواة؟ وبرضه في اعتقاد ان دائما المرأة ترث نصف الرجل، هل ده حقيقي؟ لا، هذا غير حقيقي. على فكرة ميراث المرأة نصف الرجل غير موجود إلا في حالات الابن والبنت، أو الأخ والأخت إذا كانوا أشقاء أو لأب، وقد نجده في الزوجين أو في الأب والأم. يعني حالات قاعدة ثابتة على العموم. إنما هل في قاعدة بتقول إنه لابد وأن المرأة ترث نصف الرجل؟ لا. طيب الأول هنناقش قضية هو ليه الولد يرث ضعف البنت. الحقيقة لما بنيجي نجتزئ قطعة صغيرة من الصورة ممكن لها شكلها وحش. إنما لما نسكنها في مكانها وننظر الصورة إلى كاملة. الصورة كاملة هنلاقي شكلها جميل جدا. إذا فمن حيث أن الميراث عبارة عن أحكام شرعية، لابد وأن نسكن أحكام الميراث في إطار الأحكام الشرعية العامة، ثم ننظر إلى هذا الإطار العام فنتبين لماذا يرث الولد ضعف البنت. الإطار العام بيقول إيه؟ بيقول أن الولد عليه تكاليف مالية كثيرة. يعني مثلا الولد هو المكلف بأن يدفع مهر زوجته، والمكلف بأن يعد مسكن الزوجية، هو المكلف بالإنفاق على زوجته وأولاده، هو المكلف بالإنفاق على أبويه الفقيرين. هل البنت مسؤولة عن هذا؟ لا، بل بالعكس، البنت هي التي تتقاضى المهر، البنت هي التي تسكن في بيت الزوجية الذي أعده زوجها، البنت هي التي تأخذ من زوجها نفقة لها ولأولادها. إذن فالتكاليف المالية على الولد وليست على البنت. طيب لو تصورنا ايه، انه خلينا نخرج عن الميراث شويه عشان بس نوضح بصوره حياتيه مع حضرتك. طبعا كلنا. طبعا لو انت حضرتك عندك ولد وبنت، الولاد خارجين الصبح رايحين المدرسه، فانت بتقول للولد ايه؟ خد ال100 جنيه دي خليها معاك،
علشان لما تيجوا تركبوا التاكسي انت اللي تحاسب، لما تخرجوا من المدرسه لو هتتغدوا بره انت اللي تحاسب، لما تعمل كذا وتعمل كذا الحساب كله عليك، عيب لما اختك تدفع فلوس وانت قاعد وانت موجود. وخد يا بنتي 50 جنيه لو احتجتي حاجه لنفسك بيها دي ليك انت. احنا هنا ظلمنا البنت. ده كده ده الولد هو اللي مظلوم، كده الولد هو اللي مظلوم. ده ممكن ال 100 جنيه ما تكفيهوش مصاريف هو واخته، بس اخته خدت 50 جنيه لوحدها علشان لو هي احتاجت حاجه خاصه بيها هي تجيبها. ده اللي حصل في المواريث. وبرضو بعض الناس هنا ممكن تقول لا بس الواقع يا مولانا ان بعض الاولاد او يعني الابناء ممكن يتخلوا عن الاسره، ممكن ما يبقاش هو يعني مسؤول بالشكل الكافي. هنا احنا بنتكلم عن القاعده الاساسيه اللي هي هنا بنقول ان الشرع الشريف المفروض يبقى ده اللي حاصل. اوجب محددات وموجبات على الولد لازم يقوم بيها. طب ولو ما قامش هيلام، مقصر ومسؤول. أيوة. الحكايه مش حكايه ان هو يقوم او ما يقومش، لا هو عليه واجبات شرعيه. ان قام بها فقد قام بواجبه، وان لم يقم بها فيلام على هذا. وعلى ذلك لو احنا وضعنا هذا في الاطار الشرعي هنلاقي ان الولد بياخذ ضعف البنت لانه عليه تكاليف ماليه هي ليست ملزمه بها ولا تكلف بها، بل بالعكس هي التي تأخذها من زوجها. وحضرتك كمان أكدت لنا أن أول مسؤولياته أو من مسؤولياته دي هو مسؤوليته تجاه البنت اللي هي خدت النصف. طبعاً ولذلك لما نيجي نتصور أنه فيه ولد وبنت إخوة وبعدين تزوجوا وكل واحد بقى عايش في بيت، من المسؤول شرعاً عن زيارة الآخر؟ الولد هو اللي يزور. هو طبعاً المسؤول شرعاً عن زيارة أخته. طبعاً. من المسؤول شرعا عن بر الاخر؟ الولد هو المسؤول عن زياره اخته. ولذلك احنا عندنا في البلاد مثلا لما يجي البنت تتجوز يقوم ايه، في حاجه اسمها المواسم. المواسم دي بيعرفها الناس. أيوه. في القرى طبعا. يعني طبعا. انه ايه ان الاب بعد ما بنته بتتجوز بيقوم بيعمل لها ايه بزياره كده، مش يعني فيها شويه ماكولات شويه حاجات، او يعطيها فلوس نقديه في كل موسم ديني من المواسم الدينيه ويروح ايه يعيد عليه. من العادات الجميله. يوم بعد الاب ما يتوفى على طول الابن بيقوم مقام الاب مباشره من غير كلام. ولذلك يقول ايه اخويا جاي يزورني في الموسم. دي بتعلي من شان البنت كثيرا عند زوجها وعند اهل زوجها. اذا هنا في اعباء ماليه الاخ بيتحملها بعد وفاه والده تجاه مين؟ تجاه اخواته البنات اللي هو ورث اكتر منهم. ورث اكتر منهم ليه؟ ما علشان الحكايه دي. علشان يظل على برهم ويظل على ودهم ويظل على الانفاق عليهم حتى بعد زواجهم. وعلينا ان احنا يعني ايه، علينا ان احنا نعي هذا الامر. علشان لما البنت تلاقي ان اخوها خد اكتر منها ما تزعلش. ليه؟ ما هي عارفه ان اخوها في المناسبات دايما واقف جنبها، لما في الازمات دايما واقف جنبها، وهكذا. يقوم البنت ترتاح نفسيا وتبقى عارفه انه لما ربنا سبحانه وتعالى اعطى اخوها اكتر منها علشان يظل على هذا الود وهذا البر. والرساله الاخرى مولانا فيما يتعلق بقى بمن يمنع اخته مثلا من الميراث نهائيا تحت هذا المسمى، يقول لك انا اللي هشيل او انا اللي هعمل، هل ليا الحق برضو كمان ان هي نتكلم؟ لا طبعا ابدا ابدا. الميراث، شوف انا عايز اقول لحضرتك، بمجرد وفاه المتوفى بتنتهي ذمته الماليه. بيكون في فترة بسيطة جدا، حاجة زمنية بسيطة خالص علشان نتأكد فقط ان الحقوق المتعلقة بالتركة قد انتهت. اول الحقوق تكفين الميت وتجهيز ودفن. بعد كده لو ما في لو لم نجد ديون لو لم نجد وصايا، فهذا المال بقوة الشرع قد انتقل من ذمة الميت الى ذمم مالية لاصحابهم الورثة بقوة الشرع مباشرة. اذا فهذا المال الذي يتحكم فيه بعض الورث عنادا وتكبرا وظلما وعدوانا هذا حرام، وهذا غصب لأموال الناس وأكل أموال الناس بالباطل مباشرة. إذن فالمفروض الذي يعرف كيف تقسم هذه التركة هو الذي يبادر، يا جماعة تعالوا نقعد عشان كل واحد ياخد حقه. إلا لو الورث قالوا إيه طيب يعني ما يجراش حاجة، خليها بس زي ما هي دلوقتي وبعدين هنبقى إيه نقعد بعد شهر بعد شهرين، ما في مانع. ولكن يتحكم أحد الورثة وخصوصا ممن يضع يده عليه، إذا كانت أرض أو بيت أو كذا أو كذا يضع يده عليه، وبعدين الورثة يطلب منه أن هو يقسم الميراث فيمتنع عن تقسيم الميراث أو يظلم أحد الورثة أو يؤجل بغير وجه علشان يستفيد فترة معينة من هذه التركة، هذا أكل أموال الناس بالباطل. هذه الأموال أصبحت في يد أمانة
من لحظة وفاة المتوفى، ولذلك يجب حصر التركة بالضبط في يوم الوفاة. ليه؟ لأنه بعد يوم الوفاة مباشرة أصبحت هذه الأموال لها أصحاب، ويجب أن نسلم لكل ذي حق حق. يا فلان تعالى أنت لك كذا، يا فلان تعالى أنت ليك كذا. أما غير ذلك فهو أكل أموال الناس بالباطل واغتصاب لأموال الناس فهو حرام. إحنا ليه بنؤكد على النقاط دي، وبرضو ممكن يعني مشاهدين يكونوا معنا في الصورة، وليه عمالين نأكد فيما يتعلق بموضوع المواريث؟ لأن ما يترتب عليه مفاسد كبيرة جدا. نعم. يعني تقطع للأرحام وتقطع للصلات بين الناس وبعضها، والأخ يبقى شايل من أخوه، والأخت شايلة من أخوها، والأم حاسة بحسرة على أولادها اللي بعد مثلا ما زوجها توفى اتفرقوا. فمعاني كتير قوي بتحصل، ومفاسد كتير بتترتب على بس مسائل بسيطة في إن ما قسمناش الميراث بشرع نعم. الله عز وجل. لأن هذه التركة على فكرة عبارة عن شركة إجبارية بين أقرب الناس بعضهم لبعض. بمجرد الأب ما بيتوفى أمواله كلها بتعتبر شركة بين كل هؤلاء الورثة إلى حين التقسيم. إن قسموها بما يرضي الله سبحانه وتعالى وبالحق والعدل خلاص ما في مانع، إن لم تقسم على هذا النحو بالتأكيد سيحصل قطع للرحم وأكل أموال الناس بالباطل، وكل هذا حرام. ربنا يصلح ما بيننا جميعا ويبصرنا كده بالحقائق، ونبقى دايما ملتزمين بشرع ربنا عز وجل. معنا أمال، سلام عليكم. عليكم السلام. سلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي. لو سمحت أسأل الشيخ سؤال. مع حضرتك. حماتي وحماية عايزين يعملوا ختان لبنتي وجوزي مش راضي، بيقول حرام، فأنا مش عارفة أسمع كلام مين. نعم. ماشي يا أستاذة أمال، شكرا جزيلا لحضرتك. معانا أمال أمال تاني، أهلا وسهلا. الإحرام اللي هي الأولى. أستاذة إيمان، أهلا وسهلا أستاذة إيمان. أيوة مع حضرتك. مع حضرتك، قولي سؤالك سامعيني. أنا عندي سؤالين في الصلاة وسؤالين أيتين. تحت أمرك، اتفضلي. السؤال الأولاني في الصلاة بقول عدد التكبيرات اللي برفع فيهم إيدي، أنا برفع إيدي في تكبيرة الإحرام بس. فهل ده صح ولا غلط؟ السؤال الثاني في الصلاة أنا بمسح على شعري من الخلف، من خلف الرأس مش المقدمة. فبرضه ده صح ولا لا؟ وبعدين السؤال بقى اللي هو بتاع الآية. الآية اللي هي في سورة الإسراء الآية 76 اللي بيقول وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا. فعايز أعرف الآية دي إزاي ربنا ما أهلكش قريش برغم إن هم أخرجوا رسول. طيب شكرا جزيلا لحضرتك يا أستاذة إيمان، شكرا جزيلا، شرفتينا. طيب نجاوب الاول على امال. طيب. بتسال على موضوع حماتها وحماها عايزين يعملوا الختان للبنت. ختان البنت ده تعدي على الجسد. نعم. والتعدي على الجسد حرام الا لضروره، والضروره تقدر بقدرها ويقدرها الطبيب مختص. الطبيب المختص. نعم. الفاهم. نعم. لهذا الامر فلا بد لو احنا عايزين نختم البنت لان وجدنا انها تحتاج للختان لا بد وان نذهب الى الطبيب الاول، والطبيب هو الذي يقرر. اذا الطبيب قرر الختان يبقى في هذه الحالة للعلاج. أما إذا قرر أنها لا تحتاج الختان يبقى لا يجوز أبدا 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 أن نختم. وهنا برضو عايزين نؤكد على نقطة، أن ممكن يبقى السائلة بتسأل يعني عشان جوزها حبيب يرضي أبوه وأمه يقول ده من باب البر، ده ما فيهوش بر. لا لا ما فيش بر، ده يتعلق بمصلحة البنت، الطبيب هو اللي يقول. طبعا ده في تعدي على الجسد، والتعدي على الجسد حرام. نعم. لابد أن الطبيب إذا رأى أن البنت تحتاج. نعم. احتياج ضروري إلى هذا الأمر فما فيش مانع على سبيل العلاج، أما إذا كانت لا تحتاج إليه لا يقربها على سبيل العلاج. نؤكد. نعم. على ده. أستاذة إيمان بتسأل عن الصلاة بترفع إيدها في تكبيرة الإحرام فقط، لا مانع والصلاة صحيحة إن شاء الله. طيب السؤال الثاني في مسح على الشعر في الوضوء، بتمسح على الخلف فقط يعني تقريبا ممكن تبقى خايفة مثلا شعرها لو مسرحة أو كده، ما في مانع مدام. مدام بتمسح على جزء من الشعر ما في مانع. السادة الشافعية أجازوا المسح على الشعر حتى ولو يعني بشيء بسيط، مش شرط ربع الرأس كما قال الأحناف. ومش شرط كل الرأس كما قال السادة المالكية، قالوا لو مسح على جزء من الشعر ما في مانع. طيب كانت بتسأل برضو في تفسير آية وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. نعم. يعني بتقول ليه ربنا ما أهلكش يعني. ومين قال ده؟ سيدنا جبريل نزل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، يعني كانوا
كان يهلكهم في لحظة. ولكن دي رحمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله ورسوله. ولذلك رحمة سيدنا النبي أمر سيدنا النبي له الشفاعة ليه؟ لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ادخر دعاءه للآخرة. فلم يدعو على قومه بل بالعكس كان دائما يدعو لهم بالرحمة والمغفرة وإن ربنا يهديهم. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة استغفاره كان حتى يعني بيستغفر المشركين لغاية لما ربنا نهى عن الاستغفار للمشركين. لا ما تستغفر وما تصليش على حد منهم يموت. إنما رحمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت رحمة واسعة. ولذلك لم يدعو على قومه وربنا سبحانه وتعالى استجاب لدعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمد لهم. ولما أمد لهم شفنا هو الخير والبركة جاءت حتى بعد هجرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الناس اللي كانوا ممكن يموتوا لو سيدنا النبي دعا عليهم أولادهم وأحفادهم دخلوا في الإسلام أفواجا بعد هجرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبعد فتح مكة. ولذلك شفنا هو الخير والبركة من ادخار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لدعائه بل كان يدعو لهم بالخير لدرجة إن أولادهم بقوا من كبار الصحابة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فبما رحمة من الله لنت لهم. نعم. معنا فارق. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. أهلا وسهلا. تفضل. أهلا وسهلا بحضرتك. السلام حضراتكم طيبين. وحضرتك طيب. والدي توفى الله يرحمه يا رب. كان على المعاش الله يخليه. وطلع لوالدتي مصاريف جنازه هو كان متزوج واحده قبل كده وتوفى. فمصاريف الجنازه طلعت لوالدتي واخواتي اللي من الام الثانيه بيقولوا ان مصاريف الجنازه ارث شرعي. هل هو ارث شرعي مصاريف الجنازه ام لا؟ طيب تمام ماشي يا استاذ فرج. من حقهم ياخدوا في مصاريف الجنازه دي ولا لا؟ شكرا جزيلا لحضرتك. طيب ناخد سؤال سامي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. تحياتي لحضرتك وللدكتور علي فندم. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا لحضرتك. اهلا وسهلا بيك. اتفضل استاذنا الدكتور. بعد اذن فضيلتك هو سؤال يعني مطول شويه ارجو ان يتسع صدر حضرتك ليه وتفيدني فيه. اتفضل. افاده كامله بارك الله فيك. تمام اتفضل يا استاذ سامي سامعينك. طيب يا فندم دلوقتي حصلت حاله وفاه يعني عندي حد قريب ليا وكان في حادث اليم شويه ويعني كانت إصابة كبيرة جدا في الجمجمة وكسر وكده ويعني كان الموضوع صعب شوية. فطبعا أنا قمت بتغسيله الحمد لله وجيد العمل يعني وكده يعني فلميت العظم على قد ما قدرت وطبعا عملت قطن وشاش وكده عشان ما اجيبش مية على الايه الكسورات دي. دي أول نقطة. هل كده الغسل يعتبر مكتمل؟ وطبعا أتممت الغسل بشروطه وتمامه. دي أول حاجة يعني. النقطة الثانية دي كان حارس. الناس يعني بيعرضوا دلوقتي إن هم عايزين يجوا اللي هو السائق اللي عمل الحارس عايز اللي هو يجي ويتكلم ويقعد معانا أو كده يعني. هل ده يطالب بدية ولا لا يطالب بدية؟ هل ده هيبقى اتفضل يا فندم. كانت حادثة خطأ صح كده؟ حادث مروري عادي. حادث هو يعني هو كان راكب موتوسيكل تمام والعربيه ربنا يرحمه يعني يا رب. حصل قدر ربنا يعني ربنا يرحمه واحنا رضينا بقضاء الله والحمد لله. ربنا يرحمه ويصبركم ويربط على قلوبكم. وطبعا هو له اولاد وكده فيعني انا اؤسر ان انا طبعا ايه ان احنا يعني الموضوع خلص الحمد لله ربنا قدر وده تقدير ربنا. لكن السؤال دلوقتي هل طبعا ده المفروض بقى بياخدوا دية ولا مش هياخدوا دية؟ والدية طبعا دي هتتوزع ما بين اولاده برضه بالأنصبة الشرعية بأنصبة المواريث ولا مش هتتوزع؟ وكل حاجة مرتبطة بقى هم الناس عرضوا الدية صح كده؟ والله هم ما عرضوش حاجة. هم لسه في كلام دلوقتي في كلام. عايزين هم في قرية وفي كلام. تمام. انا مش عايز الموضوع يطول في موضوع القضاء. فاهم حضرتك يعني. طب السؤال الثالث. السؤال الثالث بقى هو التقسيم الشرعي للدية والمصروفات اللي هتيجي اللي هو كان موظف حكومي وكده برضه بنفس الاسلوب يعني. شكرا جزيلا لحضرتك شرفتنا. هنروح لفاصل بس يا مولانا نستأذنك ونرجع ان شاء الله نجاوب على اسئلة حضراتكم ونستقبل اسئلتكم الجديدة. فاصل ونكمل. اهلا بحضراتكم مرة تانية. كان معنا سؤال يا فضيلة الدكتور من قبل الفاصل من استاذ فرج. نعم. كان بيسأل عن ان والده توفي وطلع لوالدته شيك بمصاريف الجنازة وكده. نعم. فهل دي تقسم كميراث بينهم ولا دي خاصة خلاص بالوالدة؟ مصاريف الجنازة لا تقسم بقسمة الميراث. ليه؟
لأن التركة هو ما تركه المتوفى وهو على قيد الحياة، يعني كانت أمواله على قيد الحياة وتوفي عنها. مصاريف الجنازة لا، مصاريف الجنازة ليس لم تكن ملكا له وهو على قيد الحياة. مصاريف الجنازة عبارة عن أموال بتصرف من جهة العمل لإعانة الورثة للقيام بشأن هذا المتوفى، علشان نشتري له كفن، علشان يساعدوا في دفنه، باب التكافل بس يعني، وده شيء جيد جدا يعني. إذن فهذا المال بيصرف لأحد الورثة بحسب لائحة موجودة في جهات العمل، ممكن يصرف للابن الأكبر، ممكن يصرف للبنت، للزوجة، بحسب ترتيب معين في اللائحة المنظمة لهذا الأمر. فإذا خرج الشيك باسم الزوجة، باسم الابن، باسم فلان، باسم فلان، فهذا شيك لفلان الفلاني، هذا المال لفلان وليس تركة. وبعدين بنقول لفلان انت صرفت مصاريف الجنازة عن فلان، نعم طيب احنا صرفنا كذا وصرفنا كذا وكذا، وهو اللي ايه اللي يتكفل بهذه المصروفات. جميل. لكن لا تعد تركة، لا تعد تركة ولا تقسم. نعم. سامي كان بيسأل عن ان في يعني قريب لي توفي في حادث، و هو قام بتغسيله الأول، بيسأل في مسألة الغسل نفسها. نعم. يعني بالكيفية اللي هو شرحها لحضرتك. بالكيفية اللي هو شرحها. نعم. ما دام أنه لا يستطيع إلا هذا فلا مانع، لأن الحوادث الحقيقة ربنا يعني يعني يبعد الشر عنا وعن السامعين، بتبقى حالات صعبة جدا. صحيح. جدا جدا، وبنبقى يعني عايزين نلملم الجثمان بقدر الإمكان، فمش هيقدر يغسله كالغسل الطبيعي. فما دام غسل بالقدر المتاح له فلا مانع. جميل. طيب ما يتعلق بالدية، وهل هنا في يعني في حادث زي ده تجب الدية ام لا، وكيف تقسم؟ يعني هل هي ميراث في الحاله دي؟ يعني ما دام ان الحادث خطا فالمتوفى له دية القتل الخطا، ويجوز التصالح على امر الدية، ويجوز ان نخفض قيمة الدية، يعني يجوز التصالح بأي صورة من الصور، ما دام إنه القتل خطأ وإنه القاتل لم يتعمد القتل. وهو الأستاذ سامي نفسه في السؤال يعني قال نحن راضين بقضاء الله سبحانه وتعالى. نعم، هو قضاء الله سبحانه وتعالى، وربنا يرحم أمواتنا وأموات المسلمين. وإحنا الحقيقة بندعو جميع الناس إلى التصالح، نتصالح ونعلم أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. اللي صدم ما كان يقصد أبدا أبدا أنه يصدم، والمصطوم هذا يعني جاءه أمر الله سبحانه وتعالى بالكيفية التي أرادها الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فالتصالح أمر حسن، وإحنا لما نتصالح وندعو الناس إلى التصالح ربنا سبحانه وتعالى يعوضنا خيرا. طيب، ولكن لو طلبنا الدية ما في مانع نقبل الدية. طيب كيف تقسم الدية؟ الدية تقسم بالقسمة الشرعية للميراث. يعني لو تصورنا أن هذا الرجل له زوجة وأولاد، الزوجة لها الثمن، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر مثل حظ الأنثيين. سواء أخذنا الدية كاملة أو أنقصنا من الدية شوية، أو أن الذي تسبب في هذا القتل زاد عن الدية، ولا طبعا لا له أولاد صغار أنا متكفل بيهم، ونشوف فعلا حالات زي دي. ما في مانع، كل هذا من الخير والبركة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها لنا عشان نكفر عن هذا الذنب، وربنا يتقبل إن شاء الله. اللهم آمين. طيب، هو بيسأل كمان عن المكافأة. بيقول العمل هيخرج له بعض الأموال. الأموال دي تقسم إزاي؟ الأموال دي إما أن تصرف من جهة العمل للورثة الشرعيين، فإذا صرفت للورثة الشرعيين فبتقسم تركة، كل واحد يأخذ نصيبه من كأنه ميراث. أما إذا كان في أموال أخرى وتخرج من صندوق التكفل الاجتماعي او كذا او كذا، وبيبقى كاتب استماره ان المستفيدين من هذه الاموال هم الزوجه بنسبه كذا، وابني فلان بنسبه كذا، وبنتي فلان بنسبه كذا، والاب او وهكذا، يبقى بحسب اللي هو كان كتب، حسب الذي كتبه. جميل جدا. زينب، السلام عليكم. الو زينب. طيب معانا مي، السلام عليكم. الو، احنا مش سامعين يا جماعه، في مشكله في التليفونات. الو. طيب كلمونا مره تانية. يعني بنستكمل في مساله الديه، وحضرتك بتؤكد لنا على يعني نقطه مهمه جدا، وانا نفسي فعلا تبقى هي دي اللي بتحكمنا دائما في علاقاتنا، ان نوصل لمرحله التراضي، ان يبقى قبل ما احنا كلنا كل واحد يفكر في حقه، او يفكر في انا عليا كذا وانت عليك كذا، يبقى عندنا فكرة ان انا بكل نفس راضية بستسمحك، وانت بكل نفس راضية بتشوف ايه اللي يرضيني ونعمله، ونوصل لنقطة تلاقي. يعني الحقيقة احنا لازم نستحضر امر
مهم جدا. وده في كل المعاملات هو طبعا يعني. هو أننا دائما نطلب السماح من الله سبحانه وتعالى. فإذا كنا بنطلب السماح من الله سبحانه وتعالى ونحن لا محالة مقصرين في حق الله، مهما عملنا نحن مقصرين في حق الله سبحانه وتعالى. وإذا كنا نطلب السماح من الله سبحانه وتعالى، أفلا نطلب السماح فيما بيننا؟ لا 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 بد. يعني مثلا أنا سأطلب من الله سبحانه وتعالى يسامحني، كيف لا أسامح أخي إذا أخطأ في حقي أو كذا أو كذا؟ لا بالعكس، أنا أسامحه لأني بمسامحتي له أطلب السماح من الله سبحانه وتعالى. معنى مهم جدا. نعم. جميل جدا. معنا زينب، سلام عليكم. أيوة سلام عليكم. أهلا بحضرتك. إزيك يا ابني؟ أهلا وسهلا بحضرتك. ربنا يكرمك يا ابني. ربنا يبارك في حضرتك. أنا عايز أسأل الشيخ علي لو سمحت. مع حضرتك. هو يعني طويل شوية بس مش قوي، بس عايزة يريحنا، الله يبارك لك. تحت أمرك. بقول لك بعد الحج ما توفي عندي الولاد يعني ولهم أخ كان عايز داخل مشروع، فطلب من إخواته سلف سلفوه وقال لي يا أم اديني الفلوس وأنا هدخلك بنسبة في المشروع ده. قلت له طيب، وقلت هو يبقى له ولإخواته بعد كده. فهمني؟ أيوة. بعد كده سنة بصيت له قلت بيقول لي لا أحسن بعد كده يحصل خلافات أو يحصل حاجات بيني وبين إخواتي وفي الميراث، وكان رد فلوس إخواته، إنما أنا فلوسي لا. قال لي خلاص هردها لك. فأنا غصب عني صعب عليا، بس كنت زعلت منه، قلت طبعا حتى الفلوس دي كاستثمار ليه ولإخواته. أيوة. وبعد كده من يوميها وهو المشروع اللي دخل فيه مبقاش كويس وجيله ابتلاءات كتيرة. أنا مسامحاه، بحاول بسامحه، بس غصب عني زعلانة. وهل يا ترى هو عليه ذنب إنه هو عمل كده؟ وبعد كم سنة وخلاص يقول لي هديلك الفلوس تاني وهو معهوش حتى، لأنه هو مسكف شوية. فعايز الشيخ يطمني يا ترى هو كده اللي بتلاقيه اللي بتجيله دلوقتي، والمشروع كمان بتاعه يعني حصل فيه ان هو بقى متعثر فيه ما هوش قادر يكمله، لان انا غصب عني من جوه زعلت. حضرتك حاسه ان ممكن زعلك ده او يعني تكوني غضبتي عليه او حاجه يعني من جوه زعلانه منه، بس صعبان عليا وابني برضه، ما انت عارف قلب الام. صحيح. وبقول يا رب سامحه، بس ما اعرفش، حاسه ان بيجيله ابتلاءات كتيره وهو بقى معرفش مش واخد باله، ومين اللي خلاه يعمل كده ويرجع في كلامه تاني. طيب هو علاقته بحضرتك دلوقتي ايه؟ يعني كويس الحمد كويس. لله هو طول عمره كويس. بس 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 انا صعبان عليا منه. هو عمل كده، طب ليه يا ابني؟ ما هي كلها حاجه ليك، وهتبقى انت يعني النصيب بتاعي ده هيبقى ليك مع اخواتك. ليه تعمل كده؟ فانا غصب عني بدعي ربنا بالليل ان هو يسامحه، بس ساعات ببقى صعبان عليا قوي منه. فانا عايزه اعرف يا ترى هو كده ربنا زعلان منه؟ يا ترى هيتحاسب؟ دكتور علي هيرد على حضرتك. عايزه الشيخ يرد عليا ويريحني. انا بقول انا مسامحاه، بس ممكن مش مسامحاه بلساني، ممكن من جوه غصب عني زعلانه. ما هو دكتور علي بقى هيرد على حضرتك، ونتمنى ان شاء الله ان انت تسامحيه من القلب كمان، عشان اهم حاجه في الدنيا رضا الام يعني. ربنا يبارك في حضرتك، شكرا جزيلا. نرد عليها دكتور علي. طيب، هي في الاول اتصرفت تصرف كويس، ان هي حبت تساعد ابنها وتعطي له اموال، واخواته كمان عطوا له اموال علشان يبدا المشروع بتاعه. بعد كده هو تخوف، فكمان مش عايزين نظلمه، مش عايزين نقول ان هو طمع. أيوة. هو تخوف ان يكون فيه مشاكل بينه وبين اخواته بعد كده. لانه احيانا هو ده بيحصل كتير وبنشوفه كتير، انه لما المشروعات بتنجح وبتبقى ليها ارباح بيبقى في شويه يعني مناغصه. صحيح. ما بين الشركاء، طب انت كسبت كام؟ طب انت عملت ايه؟ طب وحتى في الخساره بقى كل واحد هيقول انت السبب وانت اللي عملت. في الخساره بيحصل نفس الحكايه. فهو ما يعني هو اراد ان يخرج من هذا الامر علشان ما يكونش فيه بينه وبين اخواته ما يغضب احدهم على الاخر. فقال خلاص انا كفايه علي. فوالدته قالت خلاص تمام، انت رضي فلوس اخواتك، خلي فلوسي معاك. طيب ما فيش مانع. طيب جه المشروع بعد كده خسر. هل بالضروره خساره المشروع واقعه من اجل غضب الام او يعني زعل الام من ابنها؟ ابدا. المشروعات لما بتخسر بيكون لها اسباب كثيره جدا، منها عدم دراسه السوق جيدا، منها ما فيش تسويق جيد، منها كذا، منها رداءة اسباب ماديه يعني. كثير. اسباب ماديه واقتصاديه كثيره جدا جدا جدا. طيب، ولكن الان ماذا نفعل؟ اول حاجه عليها ان تسامحه من قلبها. الامر الثاني عليها ان تجتهد في الدعاء الى الله سبحانه وتعالى ان يوفقه لصالح عمله.
الامر الثالث انه هو كمان يشد حيله ويبتدي يشوف ايه الاخطاء اللي هو بيقع فيها علشان يقدر يصحح من هذه الاخطاء. اذا كان المشروع ده مش ماشي كويس يشوف مشروع تاني، اذا كان مشروع كويس ولكن هو اللي مش عارف يدير المشروع يسال اهل الخبره واهل الاختصاص، يا جماعه انا عملت كذا ولكن المشروع بيفشل وبيحصل كذا كذا كذا، اعمل ايه؟ اسوي ايه؟ اعالج الامر ازاي؟ وهكذا. اذا لازم نجتهد. ما في مكاسب مادية بتحصل من أي عمل تجاري أو صناعي أو زراعي إلا بعد جهد كبير جهد وعناء وسهر وعناء و و و و ودراسة وأهل الخبرة وأهل الصنعة. نعم. لازم يدلونا ماذا نفعل حتى ينجح ما في أيدينا، ولكن أن نتكل على أنه أصلنا أمي غضبانة علي فالمشروع فشل، تمام ما فيش مانع، ممكن تكون والدتك غضبانة عليك هنصلحها، ولكن كيف نصلح المشروع اللي احنا بنعمله؟ إن احنا نجتهد ونبذل جهد وطاقة ونسأل أهل الخبرة والاختصاص علشان نقدر نمشي على الطريق الصحيح، وفي نفس الوقت يكون مسترضي أمه عشان يعني يغلق الباب ده، وأي حد مننا الحقيقة يعني مش هينجح في حياته ولا يوصل لأي حاجة الحقيقة طول ما الأم غضبانة. دي قناعة أنا عايش بيها كده في حياتي، إن رضا الأم هو أهم شيء. طول ما الأم راضية إن شاء الله ربنا يفتح لك الأبواب، وإن كان في بعض المنغصات أو الابتلاءات وزي ما دكتور علي وضح إحنا نجتهد ونبذل ونعمل اللي علينا، لكن دايما نحافظ على يعني رضا الأم وطبعا رضا الوالدين. صحيح. معنا أسماء، السلام عليكم أسماء. ألو، طيب كلمينا مرة تانية يا أسماء. معنا هدى، السلام عليكم. عليكم السلام. بقول لحضرتك معلش ممكن نسأل بس سؤال عن مرض؟ اتفضلي تحت أمرك. هو أخويا كان في شقة يعني بتاعت ورثة، فهو المهم يعني بعناها الشقة ديت، وهو اشترى بقى شقة تانية ودفع فرق 30,000 كتير يعني من فترة كبيرة. فما جت والدتي ووالدي توفوا قال لي خلاص أنا كده دفعت 30,000، هديكي بس حق الشقة القديمة اللي احنا بعناها 15,000 من 20 سنة، وأنا هاخد الجديدة دي. الجديدة دي حوالي مثلا الوقت تتباع ب400,000 أو كده. فطبعا أنا يعني وافقت مؤقت كده، بس رغم إن أنا في احتياج للفلوس ديت وابني في احتياج ليها. ففي والدتي سابت بصراحة فلوس وهو كان مسافر وما عرفش على الفلوس دي حاجة. فأنا قلت أخد دي مكان دي، هل ينفع؟ يعني ان انا ما اقولوش على الفلوس، رغم ان انا قلت له انت مسامح لو والدتي سابت فلوس؟ قال لي اه مسامح. فراي حضرتك ايه؟ هل كده فعلا هو كده يعني موضوع الشقه ليا فيها وهو يعني واتكلم معاه فيها تاني، ولا اقول له على الفلوس اللي هي والدتي سابتها بعد ما ماتت وهو ما يعرفش عنها حاجه؟ حابب تسالها دكتور علي في حاجه ولا تمام؟ طيب بصي، اللي انا فهمته من سؤالك ان انتوا بعتوا شقه الاول ب 15,000. ايوه. بعد كده هو دفع 30,000 واشترى شقه اكبر منها. الله ينور عليك. وبعدين قال لك خلاص انا دفعت 30,000 فانت ليكي نصيبك من ال 15,000 اللي بعنا بيهم الشقه. ايوه. بس ما اعطاكيش فلوسك الا بعد 10 سنين. أيوة. فانت بتقولي ان الاسعار اتغيرت. انا كان ليا جزء من ال 15,000 من 10 سنين. ايوه يعني الشقه دلوقتي، ايوه جزء اللي هي الشقه دلوقتي الجديده دي طبعا بتتباع بقول ب 400,000، هو مش عايز بقى يديني حقي في الجديده دي. تمام. طيب انت في المقابل بتقولي طيب انا والدتي توفت وسابت اموال، انا هاخدها لنفسي في مقابل اني انا مش هطالبه. ايوه عشان ما اعملش عداوه. طيب. بيني وبينه، ورغم ان انا قلت له انت مسامح لو والدتي سابت فلوس قال لي اه، بس ما يعرفش المبلغ كام. طيب. وكان مبلغ يعني حوالي اكتر من 15,000 او كده. طيب انت لما قال لك انت هتاخدي نصيبك من 15,000 وافقتي ولا قلتي له لا؟ لا قلت له بصراحه لا ما ينفعش وكده، والدتي حتى كانت عايشه اياميها وقلت له ما ينفعش يا ابني تاكل حقها في حاجه زي كده، وبس هو كان رافض بصراحه برضه. طيب تمام. طيب حلو. انا خايفه بس متخوفه من ربنا. طيب قوي. تمام. ان الفلوس اللي هو اللي والدتي سابتها دي ان انا اتحاسب عليها. حلو. رغم ان انا سالته السؤال ده قلت له لو والدتي سابت فلوس انت مسامح؟ قال لي انا مسامح فيها بس ما يعرفش المبلغ كام. حاضر تمام. بس هنا برضو يا استاذه هدى انت بتقولي ان اللي سابته والدتك تقريبا 15، لكن انت حاسه ان حقك اكبر من كده، فهل حتى لو دكتور علي قال لحضرتك خلاص مثلا ال 15 دول تمام من حقك، هل خلاص انت كده ارتضيتي ولا هتفضلي برضو حاسه ان مظلومه؟ صراحه هرتضي بقى وخلاص. وخلاص يعني مش يعني خلاص اللي بينكم خلاص اتصفى كده. طيب دكتور علي هيوضح لحضرتك ويجاوب عليكي، شكرا جزيلا. طيب في البدايه هي لم توافق. نعم. على نصيبها من 15,000. نعم. الحاصل ايه؟ الحاصل ان لما الشقه اتباعت ب 15,000 اخوها خد ال 15,000 ودفع عليهم 30,000 وراح اشترى شقة جديدة. إذا قيمة الشقة الأولى هي ثلث قيمة الشقة الجديدة.
ولا يعني دفع 15 و15 لا ولا دفع 30,000. دفع 30. فإذا الشقة ايوه الجديدة هي عبارة عن الشقة القديمة بالإضافة إلى ل 30. ضعفها. نعم يبقى إذا الشقة القديمة اللي هما 15,000 دول كانوا ثلث الشقة الجديدة، واتغيرت التركة من شقة قديمة ب 15,000 إلى شقة جديدة ب 45,000، 45,000. ولكن هو له في الشقة الجديدة الثلثين، وأخته لها نصيب من ثلث. طيب إذا احنا استثمرنا التركة ولكن هو دفع نصيب أكبر، جميل. الشقة الجديدة دي اللي كانت ب 45 الآن بتتباع ب 400,000. علشان نحفظ نسبة الأخت وما نظلمهاش لازم نعمل إيه؟ لازم نقسم 400 على 3 ونطلع ثلث هذا المال ونشوف نصيبها كام من هذا الثلث، ونقول لها يا بنتي نصيبك أهو. يطلع نصيبها بقى 60,000، 70,000، 80,000، ملناش علاقة. إنما المهم ناخد نصيبها من ثلث قيمة الشقة الجديدة بوضعها الحالي. إنما أبيع شقة ب 15,000 من 10 سنين وأشتري بيها شقة تانية، وبعدين أرجع أحاسب أختي على شقة أنا بعتها من 10 سنين، ولا ده نصيبك؟ لا، ده ظلم، ده ظلم. وإلا كان دفع لها نصيبها بمجرد البيع في وقته. في وقته. طيب دي نقطة. النقطة التانية، والدتها سابت فلوس وهي قالت لأخوها لو أمك سابت فلوس أنا هاخدها، أنت موافق ألا موافق؟ هل هذا التنازل جائز؟ لا، غير جائز. ليه؟ لأنه لا يجوز التنازل عن شيء مجهول، ما يعرفش هو قدره أيوة إيه. أيوة، لازم أعرف إيه الشيء اللي أنا هتنازل عنه، ثم بعد ذلك أتنازل أو لا أتنازل. وعلى هذا، فهل هي يجوز لها أن تأخذ هذا المال؟ لا، لا يجوز. إلا في حالة واحدة، لو هي بلغت أخوها وقالت له والدتك سابت فلوس قيمتها كذا، أنت موافق على التنازل لصالحي؟ قال لها أنا موافق، مفيش مانع. قال لها لا مش موافق، خلاص هو ياخذ إيه؟ ياخذ حقه. ولذلك انا شايف ان من الاحسن الاثنين يقعدوا مع بعض. ايوه، وبنقول كده ان الشقه الجديده اليوم قيمتها 400 500 600، ملناش علاقه. كذا، اذا نصيب البنت كذا، والدتك سابت فلوس وقدرها كذا، موافق ان احنا خلاص نتراضى مع بعض ان الفلوس بتاعت والدتك انا هاخدها وانت تاخد الشقه، مبروك عليك. أيوة. ونتصالح على هذا. ان هذا تم ما في مانع، ولكن بعد بيان الصوره. كل واحد بيتكلم في حقه، واللي عايز يتنازل عن حاجه يتنازل. طيب ما مش موافقين او نعمل ايه؟ خلاص يبقى البنت تاخد نصيبها من الشقه، والفلوس دي تتقسم تركه بينهم، وكل واحد ياخد نصيبه. ولسه كنا بنتكلم عن مساله التراضي دي، واهم شيء في العلاقات، وحتى يعني لما تدخل بين اخ واخته بتعمل مشاكل كبيره. معانا زينب، سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، كان عندي سؤالين بس لو سمحت. تحت امرك، اتفضلي. انا بحفظ يعني قران، بروح الدار وبحفظ، فهل يجوز مثلا انا لو بروح او بعمل حاجه وحابه اسمع ان انا ابص في المصحف وارجع للايات اللي انا يعني وراجع مع المصحف قدامي؟ انت بتسمعي يعني وبتبصي في المصحف؟ معايا جوزي يعني. خليكي معانا بس يا استاذه زينب، نفهم السؤال الاولاني، وانت بتسمعي بتبصي في المصحف يعني ولا ايه؟ يعني مخليها جنبي مثلا في المطبخ او في حته انا وبروق وببص فيه، فهل ده يجوز؟ طيب تمام ماشي، ده السؤال الاول. السؤال الثاني. السؤال الثاني، معايا جوزي يعني بيصلي الجمعه ملتزم فيها، بس بقيه الاوقات في بقيه الايام مفيش، ما بيصليش خالص. لا، احيانا بقى ربنا يهديه ويصلي ويقعد، يصلي ويقعد، مش باستمرار يعني. طيب هو بيشوفنا دلوقتي او بيسمعنا؟ لا. طيب هنوصل له رساله، وان شاء الله حتى تقدري تدخلي تشوفي الحلقه على صفحه قناه الناس، وتقدري ان شاء الله توصلي له الرساله دي اللي دكتور علي هيوصلها له. ربنا يهدينا جميعا يا رب. يا رب. طيب السؤال الاول، هي بتحفظ القران وبتقول يعني بتبص في المصحف اثناء التسميع او كده، في مشكله؟ اللي انا فهمته من سؤالها ان هي بتحفظ القران بس وهي شغاله في المطبخ، او هي بتروق في بيتها او كذا او كذا، دايما بيكون مصحف جنبها، فبتعمل حاجه في المطبخ وبتبص في المصحف علشان تراجع وعشان تحفظ. أيوة. في هذه الحاله ما في مانع ما دام المكان نظيف وطاهر ومهيئ لقراءه القران، ما في مانع. مطبخ مكان نظيف نحط فيه المصحف، ما فيش مانع. بنعمل حاجة في حجرة من الحجرات وكذا وكذا، بننظف حاجة، بنعمل حاجة، ما دام المصحف في مكان نظيف وطاهر يليق بكتاب الله، ما في مانع أن نستذكر ونحن نعمل يعني حياتنا اليومية. بنسمع. لو أنا بسمع
هل يجوز لي أن أنظر إلى المصحف؟ لا لا يجوز. ليه بقى؟ علشان المفروض إن أنا أسمع من الذهن، لا أركن، مش لا يجوز شرعا، لا يعني ما حركنا ينفعش ايوه إن إحنا نعمل كده. ليه؟ علشان أنا لما باجي أسمع أنا بعود ذهني على أن يسترعي المعلومات من الذهن، لا أستدعيها من المصحف. فلو أنا عملت كده هبقى مش حافظ، هستسهل فأفضل كل شوية بص دي نصيحة يعني، فأنا كده هبقى مش حافظ، أنا نعم. كده هبقى مش حافظ نعم. وبعدين مش هعود عقلي إنه يعطيني المعلومات عندما أستدعيها. ليه؟ أنا لسه ما هيأتوش إلى هذا ولم أدربه على هذا. فالمفروض لما أجي أسمع أقفل المصحف وأسمع، وبعد ما أسمع أفتح المصحف تاني أشوف نفسي قريت صح ولا غلط وهكذا. انما حبذا لو نسمع على حد بتبقى دي طبعاً اقوى ده يعني أحسن. دي نصيحه حضرتك ده دائما نعم. طيب ما يتعلق بزوجها بيصليش غير الجمعه بس، يعني عايزين كلمه ليه وكلمه كلنا مقصرين والله يعني كلمه كده لعله لازم ان شاء يعرف الله ان الصلاه هي الصله بين الانسان وربه نعم. وان الصلاه عماد الدين وان نعم. الصلاه هي اول شيء عملي هنحاسب عنه امام الله سبحانه وتعالى ولذلك الخطوره جدا جدا في الصلاه انها اذا كانت تامه بيبدا الحساب، إذا كانت تامة بيبدأ الحساب، إذا كانت غير تامة بيرد يا الله. حتى يصلي، هيصلي فين الله. بقى؟ يا الله. وعلى هذا فيجب علينا دائما 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 أن نحافظ على الصلاة، واللي عليه صلوات فإتى يؤديها ولا نتكاسل، حتى لو واحد جه قال لي ده أنا علي صلوات كثيرة أقول له لا، يبعث الناس على نياتهم، ابدأ وصلي ويعني يرى الله سبحانه وتعالى منك خيرا إن أنت عندك جهد واجتهاد في أداء الصلاة. فلازم نصلي ولازم نحافظ على الصلاة، الصلاة هي الخير والبركة والنور في حياتنا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، يعني بمجرد ما بنصلي الظهر الذنوب اللي عملناها من الفجر إلى الظهر محيت بصلاة الظهر، نصلي العصر الذنوب اللي عملناها من الظهر إلى العصر تمحى بصلاة العصر وهكذا. إذا ربنا سبحانه وتعالى إدانا أداة ومنحة ربانية من عند الله سبحانه وتعالى بنمحي بها ذنوبنا أول بأول، كل ما نصلي فالذنوب اللي عملناها قبل الصلاة بتمحى بهذه الصلاة. طيب في حد يبقى عنده أداة بتمحي ذنوبه ويتكاسل عنها؟ طبعا العاقل لا يفعل هذا، ولذلك علينا أن احنا نبادر بأداء الصلاة. الصلاة مش هتكلفنا أي حاجة غير أن احنا نتوضأ، وهنلاقي أن الوضوء مش هيكلفنا من الوقت ولا من الجهد أي شيء، الوضوء بيتم في دقيقتين اتنين. والصلاة يعني لو صلى في 5 دقايق ولا في 7 دقايق هنقول الوضوء وصلى 10 دقايق بس. 5 صلوات في اليوم يعني في أقل يعني من ساعة. أقل من ساعة بنكون صلينا ال5 صلوات بالسنن كمان. يعني هنمنع هنبخل على نفسنا. صحيح. بساعة واحدة لله سبحانه وتعالى من 24 ساعة بنشتغل وبنتكسب وبننام وبنرتاح وبناكل وبنشرب في رزق الله سبحانه وتعالى. ولا نعطي الله ساعة واحدة علشان نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. وحقيقي الصلاة نفسها بتزبط حياتنا أكيد. بترتب لنا نفسنا نعم. احنا أمور حياتنا صحيح. وبترتب لنا قلوبنا والصلة مع الله عز وجل نعم. يعني سريعا لو نلخص كده ما تعلمنا من حضرتك النهاردة فيما يتعلق بميراث المرأة. أول حاجة أن الميراث من عند الله سبحانه وتعالى نعم. وهو الذي ذكره لنا تفصيلا، والحق سبحانه وتعالى هو العدل الذي عدل بين الذكر والأنثى. الحق تبارك وتعالى عندما قال للذكر مثل حظ الأنثيين يعلم سبحانه وتعالى ما التكاليف التي كلف بها الذكر والتي كلف بها الأنثى. فلا داعي أبدا أن نقول أن المرأة مظلومة أو أن نقول أن الولد يجب أن يأخذ كل شيء ولا تأخذ أخته شيئا من الميراث، لأن هذا يتنافى تماما مع ما أراده الله سبحانه وتعالى لنا. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا فضيلة الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء، شرفتنا ونورتنا ودائما كده نستزيد من علم حضرتك وبشكر حضراتكم مشاهدينا، نشوفكم إن شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.